بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 66. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: دارك من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب النذر. النذر في اللغة التزام الشيء، تقول نذرت كذا بمعنى التزمت به. ومنه قولهم نذر دم فلان، يعني التزم أن يقتله. وأما النذر في الشرع فهو التزام الإنسان عبادة لم تلزمه بأصل الشرع، التزام الإنسان عبادة لم تلزمه بأصل الشرع، كأن ينذر أن يصوم كذا وكذا، أو أن يصلي كذا وكذا، أو أن يتصدق كذا وكذا، فهو يلتزم عبادة مشروعة. لكن الشارع لم يوجبها عليه، فهو أوجبها على نفسه، فسمي نذرا لأنه ألزم نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع. والنذر شرعا ما منهي عنه، مكروه أو محرم أن الإنسان ينذر، قوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية: فلا تنذروا، هذا نهي. والحكمة في النهي عنه لأن الإنسان يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به، ثم قد يعجز وقد يشق على نفسه، فهو في سعة. قبل أن ينذر هو في سعة، إن شاء فعل الطاعة تطوعاً، وإن شاء تركها ولا حرج عليه، لكن إذا نذرها وجبت عليه. فقد تشق عليه وقد يعجز عنها، فلذلك نهى عنه الشرع. لكن إذا نذر الإنسان وأقدم على فعل المنهي عنه ونذر، لزمه الوفاء. إذا كان النذر نذر طاعة يلزمه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولقوله تعالى: وليوفوا نذورهم. لقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقبل أن ينذر الإنسان وهو في سعة، إن شاء فعل وإن شاء ترك، لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء. هذا هو النذر لغة وشرعا، وهذا هو حكمه. نعم. باب النذر. والأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع. أصل يعني الدليل على النذر الكتاب، كما في الآيات التي سمعتم، والسنة كما في الأحاديث التي سمعتم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على النذر في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، لكن في الجملة هم مجمعون على أن النذر يلزم إذا نذر الإنسان. نعم. أما الكتاب فقوله سبحانه: يقولون بالله، هذا وصف للأبرار،
وصف للأبرار ومدح لهم لأنهم يوفون بالنذر، فدل على أن الذي لا يفي بالنذر أنه مذموم. نعم. في الجملة يعني لا في كل الصور، في الجملة، وأما بعض الصور فقد اختلفوا فيها. نعم. وهو غير مستحب الدخول فيه، غير مستحب بل إما مكروه عند جمهور أهل العلم وإما محرم عند بعضهم للنهي عنه، هذا الدخول فيه، أما إذا نذر وجب عليه الوفاء. نعم. وهو غير مستحب لأن النعمان رضي الله عنهما رضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستأثر به من البقيل، متفق عليه. يعني كون الإنسان ما يفعل الطاعة إلا إذا نذر هذا دليل على بخله، هذا دليل على بخله، كونه لا يتصدق إلا إذا نذر أو لا يتطوع إلا إذا نذر هذا دليل على بخله وكسله. أما الإنسان المؤمن فهو يفعل الطاعات ويتقرب إلى الله وإن لم ينذر رغبة فيها، هذا معنى يستخرج به من البخيل، لا يفعله إلا بخيل. أما المؤمن فإنه يفعل الطاعات بلا نذر. نعم. مثلا ومن نذر أن يطيع الله فليطع، لحديث عائشة رضي الله عنها. أما إذا نذر الإنسان فإنه يلزمه الوفاء إذا كان نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطع، فإذا نذر أن يحج وجب عليه الحج غير فريضة الإسلام، وإذا نذر أن يتصدق وجب عليه أن يتصدق غير الزكاة، وإذا نذر أن يصلي وجب عليه أن يصلي غير الفريضة، صلاة نافلة في الأصل هي نافلة لكن إذا نذرها صارت واجب، إذا نذر أن إذا نذر أن يفعل أي طاعة وجب عليه الوفاء بها ولو كانت في الأصل مستحبة. نعم. فإن كان لا يطيق كشيء كبير نذر صيام لا يطيقه فعليه كفارة يمينه. أما إذا نذر نذر طاعة وهو لا يستطيع الوفاء به فإنه تلزمه كفارة يمين، مثلا شيخ كبير هرم نذر أن يصوم وهو لا يستطيع الصيام، أو نذر أن يحج أو يعتمر وهو لا يستطيع، فهذا يكفر كفارة يمين. نعم. لما روى عقبة بن عامر قال نذر تؤذي من شيء من الحرام حافية، فأمرني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال بتمشي وتركب، متفق عليه. هذه أخت عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه نذرت أن تحج إلى البيت ماشية حافية، إن الحج هذا طاعة لله عز وجل، لكن كونها ألزمت نفسها أن تمشي ولا تركب هذا شاق عليها، فأمرت أخاها أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمشي ولتركب وتكفر كفارة يمين، فدل على أن من نذر نذرا لا يطيقه أنه يكفر عنه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نذر نذرا ولم يسلم فكفارته كفارة يمين. إذا نذر نذرا مبهما قال لله علي نذر
ولم يسمى لا صيام ولا حج ولا فماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين. نعم نعم ما يلزم هو لا يلزم إلا إذا سماه في النذر، أما يسميه فيما بعد لا. نعم ومن نذر في معصية فكفارة إذا نذر معصية، نذر أن لا يصل رحمه أو نذر أن يقتل فلانا أو أن يتلف مال فلان، فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به. أو نذر أن يذهب إلى القبر الفلاني يسافر إليه، هذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يحرم عليه تنفيذ هذا النذر، لكن عليه كفارة يمين بدله. نعم ومن نذر لما يطيقه فكفارته كفارة يمين. نعم. ومن نذر لما يطيقه فليمين بالله بما نذر. أما إذا نذر نذر طاعة وهو يستطيعه ويطيقه وجب عليه فعله، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقوله تعالى: وليوفوا نذوره. نعم. يعني إذا نذر طاعة ولا يستطيعه فإنه يكفر كفارة يمين كما سبق، وهل يلزمه مع كفارة اليمين إطعام عن الصيام إذا نذر أن يصوم كالذي يعجز عن صيام رمضان يلزمه إطعام عن كل يوم مسكين، وهذا نذر واجب صيام واجب بالنذر عجز عنه فيلزمه إطعام عن كل يوم، هذا محل خلاف على قولين: القول الأول تكفي الكفارة، تكفي كفارة اليمين، القول الثاني يلزمه مع كفارة اليمين إطعام مسكين عن كل يوم مثل صيام الفرض. نعم. هذا وجه القول بعدم الإطعام، لو وجبنا عليه الإطعام ألزمناه بكفارتين عن نذر واحد. نعم. ولأنه لو نذر ما لا يطيقه غير الصوم لم يلزمه أكثر من كفارة كذا أحكام. نعم. والثانية يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صيام رمضان إذا عجز عنه. نعم. كما قلنا في رمضان إذا عجز عن صيامه. نعم. والأول أصح وأبيس لأنه وجد النذر اليمين، واليمين إنما لها كفارة واحدة. القول الأول وهو عدم الإطعام إذا نذر الصيام وعجز عنه، القول الأول أصح لأن لا يلزمه كفارتان عن شيء واحد. نعم. مثلا ومن نذر أن يشرك بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة. نعم. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام. نعم. لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة. لأن المشي معبود الشرع إلى البيت هو المشي في حج أو عمرة، فإذا أطلق النادر قبل على المعبود الشرعي. إذا نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام ولم يبين لماذا يذهب إلى المسجد الحرام فإنه يلزمه حج أو عمرة، لأن هذا هو المعهود في الذهاب إلى المسجد الحرام، إنه لا يذهب إليه إلا لحج أو لعمرة، وكونه لم يذكره يحمل على ما كان معروفا. نعم. ويلزمه المشي لأن المشي إذا كان يستطيع المشي يلزمه المشي لأنه نذر نذراً نذر طاعة، لأن المشي إلى المسجد
هذا طاعة وهو نذرها وهو قادر عليها فيلزمه المشي. إنما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تمشي حافية لأنها عاجزة عن المشي، أما إذا كان الناذر قادرا على المشي فإنه ينفذ. نعم ها؟ نهل مكة هذا أولى، القريب أولى، إذا أوجبنا أنه يمشي من المشرق فلان نوجب أنه يمشي من مكة، إيه الحج والعمرة هنا. لو نذروا من أهل مكة أنه يحج ماشي يطلع المنى والعرفة ماشي ولا يركب يلزمه. نعم لا، هو القصد المسجد الحرام المعروف أنه لحج أو عمرة، قصد المسجد الحرام المعهود أنه لحج أو عمرة من أهل مكة وغيرهم. نعم، لأن الصلاة هذه في سائر المساجد ما هي خاصة في المسجد الحرام، الصلاة في كل المساجد. نعم، ويلزمه المشي لأن المشي أداة العبادة أفضل، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغفر في حين ولا جنازة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في تشييع الجنازة ولا يركب، وكان يمشي إلى صلاة العيد خارج المدينة ذهابا وإيابا ولا يركب، مع قدرته على الركوب تيسر المركوب عنده صلى الله عليه وسلم، لكن يريد الأجر المشي إلى العبادة، فالمشي إلى العبادة عبادة فيها أجر. نعم، فإذا نذره لزمه، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، والمشي طاعة إلى العبادة. نعم، فإنه إن أتى ماشيا فقد وفى بهذه. نعم، وإن عجز عن المشي ركب، وكفى قادر به، إن قدر على المشي يمشي يلزمه ذلك، وإن عجز ولو في أثناء الطريق يركب ويكفر كفارة يمين عن الركوب لأنه لم ينفذ كل النذر، فيأتي بكفارة يمين لأن النذر يشبه اليمين. نعم، وكفارة اليمين لحديث عقبة بن عامر وقد سبق. نعم، وهو عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النبي كفارة يمين. نعم، وعنه رواية أخرى يلزمه دم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن عقبة نذر أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يركب وتوفي هديا وفيه ضعف. الروايه الثانيه انه اذا مشى وهو قد نذر، انه اذا ركب وهو قد نذر المشي الى المسجد الحرام انه يكون عليه فديه، يكون عليه فديه لترك الواجب، لان من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة يكون عليه فدية. وفيه حديث ضعيف، لكن الرواية الأولى أصح التي أفتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة أصح، لأنها تكفر كفارة يمين ولم يذكر أنه أمرها بالفدية. نعم، وصحيح الأول لما سبق. نعم، ولأن المشي مما لا يملكه إحرام فلم يجب دم بفرقه، إنما يجب الدم في من ترك واجبا يوجبه عليه الإحرام، وهذا لا يوجبه الإحرام، المشي لا يوجبه الإحرام. نعم، ثم لو نذر صلاة ركعتين فلم يصليهما، فيقينا فرع عقبة ليس فيه ذكر عن سحوته عن المشي. قلنا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم عجزها بمعرفته بحالها. معلوم أن المرأة، هذا معلوم أن المرأة ما تستطيع المشي من المسافة البعيدة إلى المسجد الحرام. نعم، أو من حيث أن الله ظاهر على المرأة أنها لا تستطيع المشي في كله، أو ذكر له ذلك فلم يقبل. نعم، ودليل هذا التأويل أن المشي قربة والقربة تلزم بالنذر، فلا يجوز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم
لا بد هناك عذر، والعذر ظاهر من حال المرأة أنها لا تستطيع المشي، خصوصا إذا كانت من بلد بعيد لا تستطيع المشي مثل ما يستطيعه الرجال. نعم. وإن نذر شهرا متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. إذا نذر صيام شهر متتابعا، فما لو قال أصوم علي أن أصوم شهر رجب أو أصوم شهر جماد الآخر متتابعا لزمه الصيام والتتابع، فإن عجز عن التتابع فإنه يكفر كفارة يمين. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر تعقبة بن عامر بكفارة لعجزه عن المشي، ولأن النذران كاليمين ولو حلف ليصوم. وهذا التتابع منذور، تتابع منذور فهو كاليمين تجب فيه الكفارة إذا تركه. نعم. ولو كان فليصوم متتابعا فما خلف به لزمته، ولو كان فليصوم متتابعا فما خلف به لزمته الكفارة. لو نذر أن يصوم متتابعا، نذر شيئين الصيام والتتابع، لو حلف، لو حلف أن يصوم متتابعا فقد حلف على شيئين الصيام والتتابع فيلزمه الوفاء بهما، فإن ترك أحدهما وجبت عليه الكفارة لأنه لم يفي باليمين. فكذلك النذر، إذا نذر أن يصوم متتابعا فصام ولكنه لم يتابع فيكون أتى بشيء واحد وترك شيئا آخر فيلزمه الكفارة. نعم. إذا كان تركه التتابع لعذر، كما أن أصابه مرض ولم يستطع المتابعة، أو امرأة حاضت والصيام في الحيض لا يصح، فإنه يخير بين أمرين: إما أن يبدأ من جديد ويصوم متتابعا ولا شيء عليه لأنه أتى بما نذر، وإما أن يواصل الصيام ويبني على ما سبق ويكون عليه كفارة يمين لأنه ترك شيئا مما نذر فيكون عليه كفارة يمين. نعم. وإن أمره على صيامه ويكفر لأن الكفارة تلزمه بفضله المنذور. نعم. وإنما جوزنا البناء أمناه لأن الفقر يضر لا يفقر التتابع حكما، بدليل أنه لو أخطأ بناء صيام شهرين متتابعين من يجب الفقر كان له بناء، ولو كان له بيوت الفقر فالسفر هل يفقر التتابع فيه وجهان: أحدهما يفقر لأنه يقدر بالتجارب، الثاني لا يقدر لأنه عضو في الفطر في رمضان فأشبه المرض. إذا لزمته كفارة صيام شهرين كفارة القتل متتابعين، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وكذلك كفارة الظهار إذا عجز عن العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين. فإذا ترك التتابع لعذر، صابه مرض أو دخل عليه شهر رمضان صيام واجب، فهذا إذا زال العذر يواصل الصيام ويبني على ما سبق ولا شيء عليه أنه معذور، وهذا الفطر واجب عليه في رمضان، واجبا أن يفطر ويصوم رمضان. أما إذا كان قطع التتابع لسفر، المسافر يفطر في رمضان، وكذلك صاحب الكفارة إذا أفطر في سفره هل يقطع التتابع أو لا؟ على قولين: قول الأول أنه لا يقطع التتابع لأنه عذر
لا يلزم معه الصيام مثل رمضان، ويبني على ما سبق. القول الثاني أنه يلزمه التتاوع لأنه قطعه باختياره، لأن السفر هذا باختياره. نعم. أما إذا ترك التتابع لغير عذر، قال والله أنا أبرتاح أو أنا ما متابع للصيام وهو ما له عذر إلا الكسل، فهذا يفسد صيامه ويلزمه الاستئناف من جديد لأنه قطعه من غير عذر. والله جل وعلا يقول فصيام شهرين متتابعين بهذا الشرط، فإذا أخل بالشرط من غير عذر فإنه يبطل صيامه لأنه صيام غير على غير الشرط الذي شرعه الله، فيلزمه الاستئناف يبدأ من جديد. لو فرضنا أنه صام 59 يوم ولا بزل يوم، قال والله بكيف اليوم وبحضر الكشتة وما أشبه ذلك وخلها اليوم، نقول الله يعينك ابدأ من جديد، صيامك ذاك راح كله لأنك افطرت وقطعت التتابع من غير عذر. نعم. استئنافه كله. نعم. لو قال بصومها اليوم وكمل 60 يوم وكفر كفارة يمين، قلنا هذه ما تنفعك، كفارة إنما هي لمن له عذر وأنت ما لك عذر. نعم. نعم. جبر جبران، هذا يصير جبران. نعم. لأن هذا يشبه اليمين، هذا يشبه اليمين وكأنه حنث بيمينه. نعم. إذا نذر صوم شهر معين لزمه أن يصومه، فإن أفطر في أثنائه فإنه يقضي ويكفر، يقضي ما أفطره ويكفر. نعم. وإن نذر صيام معين فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال، قضى ما أفطر وكفر بكل حال سواء كان معذورا أو غير معذور، لأنه حنث في نذره لزمته الكفارة. نعم. كما لو حنث في اليمين. نعم. سواء أخبار يبرد أو بغير يبرد ولا يلزم الاستئناف، نص عليه الإمام أحمد. يكفيه القضاء. نعم، مثل رمضان لو أفطر منه يقضيه فقط، وهذا مثله، إذا أفطر منه يقضيه وتلزمه الكفارة للحنث لأن النذر يشبه الحنث. نعم، يشبه اليمين. نعم. ولكنه يقضي ما ترك لأنه واجب بالنذر فلزمه المضاهر كالواجب بالشرع، ويكفر لأنه فات عليه ما نذر فلزمته الكفارة لأنه كاليمين للحنث. نعم. والمذهب أنه إن تركه لغير عذر لزمه الاستئناف والكفارة لأنه صوم يجب متتابعا بالنذر. ماذا أشد؟ القول الثاني في المذهب أنه يستأنف من جديد إذا نذر صوم شهر معين وأفطر منه من غير عذر، أنه يستأنفه من جديد يصوم 30 يوم لأنه أفطر من غير عذر فلم يتم في حقه الشهر. نعم. القول الأول أيسر. نعم. والمنهى أنه ولنا أنه فات عليه ما نذر فلزمته الكفارة
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام يخلع ركبة بتركة وتكبر يمينها. يختلف عن رمضان، النذر يختلف عن رمضان، لأن النذر فيه شيئان، فعل الطاعة التي نذرها وفيه الوفاء باليمين، فهو أتى بواحد وترك الثاني فيكون عليه كفارة فيما ترك، يعني مثل ما إذا حنف في يمينه. نعم. ورمضان ما فيه نذر، رمضان واجب بأصل الشرع، لذلك يكفي فيه القضاء. نعم. الفطر بالجماعة هذا فيه كفارة، كفارة الظهار، فتك رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكين، وهذا فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الجماع في رمضان أوجب الكفارة مع القضاء، لأن فيه نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من أفطر رمضان بغير الجماع فإنما عليه القضاء فقط، لأنه لا دليل على إيجاب الكفارة عليه، يكفي القضاء. نعم. ومن نذر رقبة فهي التي تنزل عن الواجب إلا أن يأتي رقبة بعينها. إذا نذر أن يعتق رقبة، فإن كان نذر رقبة معينة، يقول فلان أن يعتق العبد الفلاني، فإنه يعتقه على ما هو عليه، سواء كانت رقبة سليمة أو معيبة أو كبيرة أو صغيرة، يعني يعتق العبد الذي عينه. أما إذا نذر أن يعتق عبدا ولم يعين، فإنه لا يجزيه إلا ما يجزئه في الكفارة، بأن تكون رقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل. نعم. ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن يجزي رقبة بعينها، يعني لا يجزئ إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المغلظة بالعمل. يعني يشترط في الرقبة شرطان، الأول الإيمان بقوله فتحرير رقبة مؤمنة، الثانية السلامة من العيوب المخلة بالعمل كالعمى والعرج والمرض، هذه لا تجزي، لأن هذه لا تستطيع العمل، إذا عتقت لا تستطيع أن تعمل وتكسب لنفسها، فهي معيبة. نعم. وهي التي تجزي بالكفارة، لأن النذر المطلق يحمل على معقول الشرع والواجب لأصل الشرع. نعم. وجه المذهب كما سمعتم أنه نذر أن يعتق رقبة فتحمل على الرقبة المجزئة في الكفارة التي قال الله تعالى فيها فتحرير رقبة مؤمنة، وأن تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل. وفي وجه للشافعية في مذهبهم إنها تجزيها أي رقبة ولو كانت معيبة، لأنه نذر مطلق فيكفي فيه مطلق رقبة. نعم. ولكن الأول من جهة القياس أقوى. نعم. أما انتهى الآن من نذر الطاعة، انتقل إلى النوع الثاني وهو نذر المعصية. إذا نذر أن يعصي الله فإنه لا يجوز له الوفاء بما نذر، كأن نذر أن يحج إلى المشاهد إلى القبور، هذا نذر محرم فلا يجوز له الوفاء به، أو نذر أن يترك صلاة العصر، أو أن يقتل فلانا، أو نذر أن يشرب الخمر، هذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن هل تلزمه كفارة يمين؟ على قولين، القول الأول تلزمه كفارة يمين، مثل ما لو حلفا يفعل المعصية فإنه لا يجوز له فعلها وعليه كفارة يمين. والقول الثاني أنه ليس عليه كفارة، لأن نذر المعصية لا ينعقد، نذر المعصية لا ينعقد، وإذا لم ينعقد لم يوجب الكفارة، وهذا هو الراجح. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. نعم. ولا يحل الوفاء به إجماعا لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. ويجب عليه كفارة اليمين، روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. هذا القول الأول، لأنه يجري مجرى اليمين، كما لو حلف أنه يفعل المعصية نقول له ما يجوز لك تفعل المعصية ولا تنفذ اليمين، ولكن عليك كفارة للحنث لأنك حنثت في يمينه. نعم. وعنه ما يدل على أنه لا كفارة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا أمر بمعصية الله ولا بما لا يملك لا نذر. هذا يدل على أنه لا ليس له وجود، على أنه ليس له وجود ولم ينعقد، وما دام أنه لم ينعقد فليس عليه كفارة. نعم. وقال ليس على رجل نذر بما لا يملك، متفق عليه. نعم. وقال لا نذر إلا بما تؤيده وتبارك تعالى. كل هذه الأحاديث تدل على أنه لا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا النذر ونهى عن الوفاء به ولم يذكر كفارة. نعم. ولم يأمر بكفارة. نعم. ولأن من التزام الطاعة وهذا التزام معصية، ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجد. غير منعقد، نذر الطاعة ينعقد، أما نذر المعصية فلا ينعقد، وما دام لم ينعقد إنه لا يوجب كفارة. نعم. وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. ولأنه نذر من الحديث فيه مقال، فيه مقال، والأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا كفارة عليه، لأن الرسول لم يأمره بكفارة بل نهاه عن الوفاء وأخبر أنه لا نذر، يعني لم ينعقد. هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وفي هذه العبارة ما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه وتكفيره ما يكفر اليمين، وأما ما سقط من الأحاديث فمعناها لا يمكن للنذر في معصية الله، وإن لم يبين كفارتها فقد بينها أمامنا. لو صح هذان الحديثان فلا شك أنه تجب عليه الكفارة، لكنهما لم يصحا، والأصل براءة الذمة، فلا يوجد في الذمة أو يلزم في الذمة إلا بدليل صحيح. الأصل براءة الذمة من الواجب، فلا يوجب عليه إلا ما إلا بدليل صحيح، ولا دليل صحيح على ذلك. نعم. ولا نذر فيما لا يملك لما سبق. لو نذر أن يعتق عبد فلان، لو نذر أن يعتق عبد فلان فإن هذا نذر غير منعقد، لأنه لا يملك هذا العبد في ملك غيره. أو نذر أن يتصدق بدراهم فلان، بمئة ريال من دراهم فلان، يقول هل النذر هذا لغو لأنك نذرت شيئا لا تملكه. نعم. لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم،
فلا يجوز لك أنك تنذر شيء ليس في ملكك، إنما تنذر في ملكك. نعم. مسألة، ولا نذر المباح، هذا فيه كفارة يمين ولا يلزم. لو نذرك أنك تعمل، نذرت أنك تعمل وليمة وتدعو له زملائك إذا نجحت في الامتحان، نقول هذا نذر مباح، لأن عمل الوليمة هذا عمل مباح، فأنت مخير بين فعله وبين كفارة يمين، ولا يلزمك فعله، إنما هو من باب التخير. إذا نذرت أن تلبس ثوب أو أن تشتري ثوبا جديدا أو بشتا جديدا، أو نذرت أنك تشتري بيتا صفته كذا وكذا، أو تبني بيتا كذا، هذا كله مباح، أنت مخير بين أن تنفذ وبين أن تكفر كفارة يمين، لأنك بمثابة أنك حلفت، بمثابة أنك حلفت، والحلف إذا لم تنفذها وجبت عليك كفارة يمين. نعم. كما لو حلف على شيء مباح ولم يفعله فهو يكفر كفارة يمين، لأنه حنس اليمين، والنذر يمين بمثابة اليمين. لو حلف أنه يلبس ثوبه أو أنه يركب سيارته اليوم ولا ركب ولا لبس، يقول صار عليك كفارة يمين لأنك ما نفذت اليمين. نعم. فكذلك إذا نذرت مثل اليمين. نعم. تخرج يعني يخرج على كلام الإمام أحمد، وما فيه نص، لكن قواعد الإمام أحمد تدل على أنه لا ينعقد نذر المباح. نعم. وإذا لم ينعقد فليس فيه شيء. نعم. يعني وجوده كعدمه. نعم. والمباح ليس طاعة، ما دام أنه ليس طاعة فلا ينعقد. نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، يعني إنسان غضب وقال لله علي أن أفعل كذا وكذا، الذي حمله على هذا الغضب، هذا النذر لا ينعقد، لأنه لا يقصد به القربة، وإنما الذي سببه هو الغضب واللجاج والمخاصمة، وما قصد الطاعة ولا قصد التقرب إلى الله بذلك، وإنما بسبب الغضب واللجاج نذر. نعم. لكن فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين كما لو حلف. نعم. وأن جمع النذر بين الطاعة وغيرها، فعليه وفاء الطاعة وحدها. نعم. لما روى عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم فسأل عن مقال بن قوس إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فيخطب الناس، فنظر فإذا رجل قائم في الشمس، فسأل عنه، قالوا هذا أبو إسرائيل، رجل يسمى يكنى أبا إسرائيل، نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل وأن يكمل صيامه. فهذا جمع بين طاعة وهي الصيام، ومعصية وهي الوقوف في الشمس، لأن فيه تعذيب للنفس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الطاعة وهي الصيام، ونهاه أن يمضي نذر المعصية وهي الوقوف في الشمس. فإذا نذر نذرا مكونا من طاعة ومعصية وفى بالطاعة وترك المعصية. نعم. قال
قالوا أبو إسماعيل نذر أن يقوم بالشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمره فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء بالصوم لأنه طاعة، ونهاه عن الوفاء بالصمت وعدم الكلام. إذا قال لله علي نذر ولم يسمه، ما قال صيام ولا صدقة ولا صلاة، فماذا يعمل؟ يقول كفر كفارة يمين، لأن هذا مثل اليمين، فكفر كفارة يمين وليس عليك شيء. نعم. ويسمى النذر ركنا في كفارة اليمين في قول أكثرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ولا نعلم فيها مخالفا إلا الشافعي رضي الله عنه قال: لا تنعقد منه ولا كفارة عليه. المذهب أن عليه كفارة يمين، لا خلاف في المذهب أن عليه كفارة يمين من نذر نذرا مبهما، ولكن عند الشافعي يقول لا، لا ينعقد هذا النذر، لأنه ما دام ما عين فهو لا ينعقد وليس عليه شيء. يقول الشارح ولنا، يعني دليلنا على وجوب الكفارة. نعم. ولنا مع الله قولة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة الذنب إذا لم يسمى كفارة اليمين. هذا نص في المسألة. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا نص في المسألة، فيكون عليه كفارة يمين في النذر المبهم. نعم. وهذا نص وهو قول جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا نعرف لهم في أصله مخالفا، فكان إجماعا. إجماعا سكوتيا يعني أو ظنيا. هذا يسمونه الإجماع الظني أو السكوتي. نعم. كتاب الأيمان. انتهى من كتاب النذر، انتقل إلى الأيمان، لأن بينهما مشابهة. والأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله أو بصفة من صفاته على أمر من الأمور. فاليمين تأكيد الشيء، اليمين هي تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، هذا تعريف اليمين. اليمين هي تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. وحروفه ثلاثة: الواو والباء والتاء. الواو مثل والله، والباء مثل بالله لا أفعلن كذا، والتاء مثل تالله، تالله لتسألن عما كنتم تعملون. هذا قسم، هذه يمين من الله سبحانه وتعالى. هذه حروف القسم التي ينعقد بها ولا ينعقد بغيرها، لا ينعقد إلا بهذه الحروف، في أحد هذه الحروف الواو أو الباء أو التاء، ولا يصح إلا بالله سبحانه وتعالى، كان يقول والله، أو بصفة من صفاته، كان يقول وحياة الله وقدرة الله وكلام الله. إذا حلف بصفة من صفات الله انعقد يمينه. وأما الحلف بغير الله فإنه منهي عنه، وهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف إنما تكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، ومن حلف بغير الله كمن حلف بالأمانة أو حلف بالرسول أو بأي مخلوق فإن حلفه محرمة، وهي شرك، لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة. كما لو حلف بالأمانة قال والأمانة، فهذا شرك لا يجوز. الحلف إنما يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته.
ومن حلف بغير الله فعليه التوبة والاستغفار وعدم الرجوع إلى مثل هذا. وفي حديث من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، هذه كفارة ودليل على أن الحلف باللات أو بغيرها شرك، يأتي بعده بالتوحيد من أجل أن يكفره. نعم، وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيحلفون بغير الله، يقول والنبي أو حياتك أو الأمانة أو غير ذلك، وهذا خطر عظيم وشرك كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، شرك وكفر بالله عز وجل، لأنه لا يستحق التعظيم على هذا الوجب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يحلف إلا به. نعم. ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله، كتاب الأيمان، كتاب الأيمان. ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله، أو يمنعه في وقت فلم يمنعه فيه، فعليه كفارة يمين. إذا حلف على أمر مستقبل، إذا حلف على أمر مستقبل ممكن أن يفعله أو أن لا يفعله فخالف يمينه وجبت عليه الكفارة. أما إذا حلف على أمر ماض، كان يقول والله لقد جاء فلان، أو والله إن فلانا لم يأتي، أو والله إنني شريت هذه السلعة بكذا، أو والله إن هذه السلعة سيمت مني بكذا، يحلف على أمر ماض وهو كاذب متعمدا، فهذه تعتبر اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله: المسبل لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته باليمين الكاذبة، فهذه يمين غموس، وهي أن يحلف على أمر ماض كاذبا متعمد. أما إذا حلف بناء على غلبة ظنه لم يتعمد الكذب، حلف على أمر ماض ولم يتعمد الكذب وتبين بخلاف ما حلف عليه، فهذه من لغو اليمين، ليس فيها شيء، ليس فيها إثم، لأنه لم يتعمد الكذب. وكذلك ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين، كأن يقول لا والله وبلا والله، فهذه لغو. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي قصدتم عقدها. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فلغو اليمين هي اليمين التي لا يقصد الإنسان عقدها، وإنما جرت على لسانه من غير قصد، أو أنه حلف على أمر وبان بخلافه لكنه كان لم يتعمد الكذب، حلف على غلبة ظنه، كان حلف أن فلانا قد أتى أو أنه لم يأتي، تبين أنه خلاف ما حلف لكنه لم يتعمد الكذب، هو يوم حلف بان على غلبة ظن، هذا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ الله، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه. نعم. وقوله تعالى ولكن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته يعني ما عقدتموه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قيل معناه لا تحلفوا
وقيل معناه إذا حلفتم فكفروا، إذا حلفتم وحنستم فكفروا عن الحنث ولا تتركوها بدون كفارة. نعم. عشرة مساكين أي فقراء، المسكين والفقير بمعنى واحد، وهو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، هذا هو الفقير والمسكين. وإطعامه إعطاؤه طعاما يكفيه ليومه، وهو نصف الصاع النبوي، ومقداره بالكيلوات اليوم كيلو ونصف، لأن الصاع النبوي يقارب 3 كيلوات، فنصفه كيلو ونصف تقريبا. إذن فيخرج 15 كيلو على 10 فقراء، لكل مسكين كيلو ونصف، أو كسوتهم بأن يعطي كل مسكين ثوبا أو عتق رقبة، حر الرقبة مملوكة، وهذا أفضل. فإذا لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. نعم. من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الطعام الوسط، لا تلزمون بالطعام الجيد الغالي ولا يجزي الطعام الردي، بل الوسط، الوسط هذا هو المطلوب، الذي ليس فيه إجحاف، ليس فيه إجحاف بالمطعم وليس فيه ظلم للمسكين. نعم. كسوتهم يعني العشرة. نعم. إذا حلفت على شيء لا تفعله ولكن أنت محتاج إلى فعله، أو أن فعله طاعة، مثل صلة الأرحام، حلفت أنك ما تصل أرحامك، أو حلفت أنك ما تتصدق على الفقراء، فإنه يستحب لك أو يجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تفعل ما حلفت على تركه. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا حلف الإنسان على ترك البر أو ترك الإصلاح بين الناس أو على ترك تقوى الله، فلا يجوز له الوفاء بهذه اليمين، بل يجب عليه أن يحنث فيها وأن يتركها، وعليه كفارة يمين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اليمين حائلة بينكم وبين فعل الخير. تقول أنا والله حالف، ما لم فعل هذا الخير، لا، افعل هذا الخير وكفر عن يمين. اليمين لا تكون عرضة بينك وبين الخير، أي مانعة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حلف أحدكم على يمينه فرأى غيرها خيرا منها، يعني رأى أن مخالفة اليمين أحسن من الالتزام بها، فإنه يخالف اليمين ويكفر عن يمين، يفعل الذي هو خير. نعم. لا خلاف في هذا بين الله والأبصار.
الذي يوجب الكفارة هو إذا ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه مختارا عالما بيمينه. أما إذا فعله مكرها فلا كفارة عليه، أو فعله ناسيا لليمين فلا كفارة عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن تبقى اليمين مع الإكراه ومع النسيان، ما تنحل، لكن لا يؤاخذ بما فعله إكراها أو نسيانا. نعم. قال معاذ الله: اليمين التي فيها كفارة بإجماع المسلمين هي اليمين على المستقبل من الأفعال. ابن عبد البر، يوسف بن عبد البر الإمام النمري الحافظ الكبير الملقب بحافظ المغرب رحمه الله، صاحب الكتب العظيمة والمراجع الكبيرة في العلم والموسوعات الكبيرة في العلم، يقول إن اليمين التي تجب بها الكفارة هي التي تكون على أمر مستقبل ممكن، فإن كانت على أمر ماضٍ فهي سبق لنا أنها إن كان متعمداً الكذب فيها فهي الغموس، وإن كان لم يتعمد الكذب فيها فهي من اللغو. وممكن يخرج المستحيل، لو حلف على أن يفعل المستحيل لم تنعقد يمينه. نعم. قال معنى الله: اليمين التي فيها كفارة بإجماع المسلمين هي اليمين على المستقبل من الأفعال. على المستقبل، أما الماضي فهذا فيه التفصيل الذي سمعت. نعم. سألت إن يقول لا بعد إن شاء الله أو لا بعد إن شاء الله، إذا أتى بإن شاء الله أثناء اليمين لا يكون عليه شيء. لو قال: والله إن شاء الله لأصومن، يقول هذه ما انعقدت لأنك استثنيت وليس عليك شيء، ما يلزمك شيء. والله إن شاء الله لا أتصدقن بهذا المال، يقول ما انعقدت اليمين لأنك أتيت بالمشيئة فلا تنعقد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. عفو الله. نعم. لا سمع شفت عليه؟ ها؟ السطرين فيه العلم الكريم. نعم. متصلا. أما إذا حلف وانتهى وبعد شوي قال إن شاء الله لم تنفعه، لأن غير متصلة، لا بد أن تكون إن شاء الله متصلة باليمين، يعني لا يسكت عن الكلام حتى يقول إن شاء الله. نعم. نعم. كثير الذي لا يملكه ابن آدم، كأن يقول: لله علي أن أعتق عبد فلان، أو لله علي أن أتصدق بمليون ريال، وهو ما عنده شيء، ما عنده إلا 100 ريال يمكن، هذا لا يملك هذا الشيء، فلا نذر عليه، لا نذر عليه. لكن هل عليه كفارة يمين أو لا؟ على ما سمعتم من الخلاف. نعم. عهد الله لا أفعلن كذا، أو أعاهد الله لا أفعلن كذا، هذا يكون من اليمين، ما هو من النذر، هذا يكون من اليمين. أما صيغة النذر كان يقول: لله علي أن أفعل كذا، أو نذر علي، أو نذرت أن أفعل كذا وكذا، هذا صيغة النذر. نعم. لله علي، أو نذرت، أو نذرا علي لا أفعلن كذا وكذا. نعم. قال: من أجرى في ثلاثة حديث إسناده صحيح، وكذا صحح أهل ذلك.
الحديث الرواية المشهورة أنه لم يأمرها بالهدي التي سبق في أول الكلام، لم يأمرها بالهدي وهي أصح. تصحيح الألباني لا يعتد به لأنه ليس من الحفاظ الذين يعتد بتصحيحهم، الحديث لا يرتقي إلى درجة الصحة. حتى الحفاظ إذا صححوا حديثا كالحاكم أو غيره وهو لا تتوفر فيه شروط الصحة لا يعتد بتصحيحه، حيث كل ما قال الألباني أنه صحيح يكون صحيحا. الأحاديث التي قبلها أصح ولم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هدي، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الهدي إنما يجب بما أوجبه الإحرام، وهذه لم تحرم إلى الآن، إنما يلزم الهدي فيما يوجبه الإحرام كالطيب إذا تطيب وهو محرم، أو تغطية رأسه وهو محرم، أو لبس المخيط وهو محرم، لأنه إذا أحرم أوجب عليه الإحرام أن يتجنب هذه الأشياء، فإذا فعلها فعل محظورا من محظورات الإحرام فيجب عليه الهدي. أما هذه فهي لم تحرم إلى الآن، فكيف يجب عليها الهدي وهي ما دخلت في الحج ولا في العمرة؟ نعم، ما عهد هذا في الشرع أن أحد يجب عليه الهدي وهو ما تلبس في الحج ولا بالعمرة. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله، أخت عقبة بن عامر بن نافع حجت وبها هي أفضل بالنسبة لها وبقي الآخر، فكيف زينت اليمين؟ بن نافع ولا بن عامر؟ بن عامر. نعم، حجت. النذر يشبه اليمين، واليمين فيه كفارة، إذن يكون النذر فيه كفارة إذا لم يفي به، هذا وجه المشابهة. نعم. هذه عبارة مستقيمة أو الصواب من العلم؟ إيش؟ لو أطاق صيام الشهرين المتتابعين من غير عذر كان له بناء. من غير، نعم، من عذر، من عذر. أي نعم، لو أفطر من عذر. قضية الشيخ وفقكم الله، هل نقول علي القلاء أو الحرام؟ هل هذا حرام ولماذا قضية المنزلة اليمين؟ نعم. تشبه، لأنها تشبه اليمين في الالتزام، فهي مثل ما لو قال والله لا أفعلن كذا، إذا قال عليه الطلاق لا يفعلن كذا، فهو مثل ما لو قال والله لا أفعلن كذا، لأن اليمين معناها أن يلزم نفسه بفعل شيء أو بترك شيء، والطلاق إذا أجراه مجرى اليمين في الإلزام أو المنع صار مثل اليمين له حكم، فهو مثل اليمين في أنه إلزام للنفس أو منع للنفس من شيء فيأخذ حكمه في الكفارة. نعم. قال الشيخ رحمه الله، نعم، اليمين الذي يحلف بها جرام شخصيات على أداء أعمالهم على أثم وجه، هم يحلفون يقولون يؤدون اليمين، لا ما ندري وش اليمين، أشياء تقليدية ما هي بيمين، ما هم يحلفون. نعم. لكن لو حله لزمتهم اليمين، إذا كانوا مسلمين، أما إذا كانوا كفار ما يلزمهم شيء حتى يؤمنوا، لكن إذا كانوا مسلمين وحلفوا على التزام الطاعة والوفاء، فإذا حصل منهم مخالفة تلزمهم الكفارة لأنهم حنثوا في يمينهم. نعم. قال الشيخ رحمه الله، نعم، قول الشافعي رضي الله عنه لا بأس،
لا بأس أن يترضى عن الأئمة، وإن كان المشهور أنه ما يترضى إلا عن الصحابة، لكن يجوز أن يترضى عن الأئمة أيضا، لأنه دعاء، دعاء، والدعاء يجوز للمسلمين. نعم. لا يلزمه الوفاء بالنذر، لأنه نذر نذرا معلقا على شيء وهو نذر طاعة، فإذا حصل الشيء يلزمه الوفاء بالنذر ولا يصرفه إلى غيره، يلزمه الصيام. نعم. مثل اليمين لا تنعقد، إذا استثنى لا تنعقد، مثل اليمين تماما، إذا جاب إن شاء الله متصلا بالكلام فإنه قد استثنى ولا يلزمه شيء. نعم. الكافر للكاذب. نعم له توبة، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، الكافر إذا تاب تاب الله عليه، فكيف بالمسلم إذا فعل ذنبا وتاب منه؟ فإن الله يتوب عليه، توبة لا يستثنى منها ذنب من الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لم يستثني شيئا، فمن تاب تاب الله عليه من اليمين الغموس ومن غيرها. نعم. الشيخ بين اليمين والنذر، اليمين غير النذر لكن يتشابهان في وجوب الكفارة، اليمين هي الحلف بالله أو بصفة من صفاته كما سمعت، أما النذر فهو التزام طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع، ما فيها لفظ اليمين ولا حروف اليمين، وإنما هي التزام فقط. نعم. إن كان نوى أنه يأكل منها يأكل، يأكل له ما نوى، وإذا لم ينوي فلا يجوز له أن يأكل منها، إذا تلفظ وقال وآكل منها أو نوى بقلبه ولم يتلفظ فله أن يأكل منها، أما إذا لم ينوي ولم يتلفظ بالأكل فإنه يلزمه إخراجها كلها للفقراء. نعم. الشيخ وفقكم الله، من نذر صوما معينا فصيام شهر محرم ولكنه أخطأ في نصفه، فعلى الله بثمن المذهب هل يستأهل الصيام بمحرم أحسنة المؤمنين أم ماذا؟ يقضي كما سمعتم، يقضي الأيام التي أفطرها من محرم ويكفر كفارة يمين. نعم. الشيخ وفقكم الله، إذا بدأ من الهلال، إذا بدأ من الهلال فإنه يلزمه الشهر الهلالي سواء كان تاما أو ناقصا، أما إذا بدأ من أثناء الشهر فإنه يصوم بالعدد لا بد من 60 يوم، هذا التفصيل، إن كان بدأ من الهلال فإنه يلزمه شهر هلالي سواء كان تاما أو ناقصا، أما إذا بدأ من أثناء الشهر فإنه لا بد من 60 يوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأذن من نذر أن يعصي الله تعالى بتلفظه من ملفوظه على فعله؟ يلزمه الاستغفار. نعم، يأثم ويلزمه الاستغفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثم بعدها مرة بعد أخرى حتى تكرر الأخرى، فماذا عليه؟ تكون عليه كفارة يمين، كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة والمحلوف عليه شيء واحد، فيلزمك كفارة يمين واحدة ولو تكرر فعلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أنت من يمينه إجراءا كبيرا بحيث لا يستطيع حصرها بعدها، فهل يحدث استغفار وتوبة عن ذلك؟ يعني في أيمانه قصده أو في يمين واحد، في أيمانه ولا يعرف عددها
إن كان يستطيع يقدر ويحتاط فهو يقدر، وإذا كان ما يستطيع فهو يتوب إلى الله ويمتنع عن الحلف في المستقبل ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. نوع من الاستدلال، نعم، لأنه من نوع من القياس، نوع من القياس، والقياس دليل شرعي. نعم. أكمل، الأكمل أنه يضع معه إدام، وإن أخرج حبوب فقط بدون إدام هذا مجزي، وإذا وضع معه إدام فهو أكمل. نعم. لم يستثنوا شيئا من صفات الله، يقولون اليمين هي الحلف بالله وبصفة من صفاته، ولم يستثنوا. فإذا حلف بصفة من صفات الله الثابتة، صفات الذات أو صفات الفعل، فإن هذا تنعقد به اليمين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامة، مع أن الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق، فدل على أن صفات الله تجوز الاستعاذة بها والحلف بها. نعم. إذا حلف بآية من آيات القرآن أو بسورة أو حلف بالقرآن هذا صفة من صفات الله، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تنعقد به اليمين. أما الحلف بالكعبة هذا لا يجوز، لأن الكعبة مخلوقة، وهذا من فعل الجاهلية، ما يجوز الحلف بالكعبة. لا، لكن لو قال ورب الكعبة هذا صحيح، لأنه حلف بالله. نعم. ومعنى أنه قرر بعض الناس إلى أفضل قال في المنزل، هذا ما هو بيمين لكن يشبه اليمين، الواجب تجنب هذا اللفظ. نعم. الناس ما عليه شيء، الناس ما عليه شيء، ولكن ينبغي أنك تكفر كفارة يمين وتلبس الثوب ولا تتركه. نعم. الشيخ وفقكم الله، إذا وكان النبو ليس في إضاءة أو معصية ولم يوفق النذر، هذا مباح، هذا نذر المباح الذي ليس بطاعة ولا معصية، هذا هو المباح، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. لا، هذا ما هو بنذر، هذا يمين، إذا قال والله لا أفعلن كذا إن حصل كذا هذا يمين وليس نذرا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.